قادم الايام. خليني نرحب توا بزميلنا جمال الحسناوي اللي مازال كيوصل اليوم من غامبيا، كان في رحله الترجي الرياضي التونسي في المباراه اللي جمعت الترجي ببريكاما الغامبي. مرحبا جمال. مرحبا هدى، مرحبا اسكندر، مرحبا بالحضور، مرحبا بالمشاهدين الكرام متتبعي الوطنيه الاولى. ولو انك جيتنا يدك فارغه مرحبوا بك جمال، تحكي لنا عن المباراه. ماده دسي معلومات معلومات وهذا الاهم. نحكيو على مباراة الترجي وبريكاما الغامبي بعد هذا الفاصل الإشاري. مرة أخرى رحبوا بزميلنا جمال الحسناوي اللي كان موجود في غامبيا، وقبل شوية كان جاي من مطار تونس قرطاج. بالطبيعة الرحلة الخاصة والفول سبيسيال الوحيدة اللي كانت صارت كانت مع الترجي الرياضي التونسي، بقية الفرق كانت فول أورجانيزي، والمراسلين تاع الترجي التونسي الكل مازالوا ما خلطوش، لو كان خلطوا كانوا موجودين معنا، مش على خاطر الترجي الرياضي التونسي كما برشا عباد يتحدثوا الخصولها مجال أكثر، لا بالعكس كل الفرق سواسية، ولكن فواياج سبيسيال قال مراسلنا يوصل في وقته يعطينا اخر اخبار الترجي التونسي بعد هذا التعادل. جمال نبداو ببدايه الرحله. اولا في البدايه لابد من اعطاء كل ذي حق حقه، معناها الترجي التونسي وصل في مرحله من النضج، في مرحله من العمل فعلا المتميز، انه يوفر امكانيات الراحه للفريق نتاعو في رحله خاصه، وهذا بالطبع عنده تاثير، يكون عنده تاثير مباشر على النتيجه. اذا مباراه الترجي الرياضي التونسي مع بريكاما الغامبي، اذا كان نخزروا ما قبل المباراه مع الغيابات اللي كان موجوده في صفوف الترجي الرياضي التونسي، والغيابات اللي حصلت كذلك في الرحله وكانت ما كانش منتظره، كما اصابه المولهي منذ يوم الجمعه منذ الوصول، كذلك نصف اصابه ليوسف المساكني، لكن المدرب خير انه ما يلعبش يوسف المساكني، خاصه وانا ارضيه في الميدان ما تساعدش، قال لك ما نغمرش بلاعب في قيمه يوسف المساكني، وفعلا معناها عنده الحق، لانه كي ترى الميدان وترى الارضيه وترى الظروف فعلا تقول فعلا معناها ما يجازفش بهذا اللاعب، ما يجازفش باللاعب نتاعو، خاصه كي يبدا عنده بوادر اصابه. كان في الامكان يمكن زاد يكون الهيشري غايب، لكن الحق وشارك في هذه المباراه. فريق بريكاما ربما باش نقدموه للساده المشاهدين، هو فريق احتل المرتبه الثالثه في بطوله غامبيا ب 15 نقطه، وازاح فريق بريكاما في الدور التمهيدي بطل السنغال بعد تعادل وانتصار بضربات الجزاء في المباراه العوده في السنغال بالذات. يعني فريق محترم على امكانياته، لكن يتميز باللمسه السريعه، عنده وسط ميدان متميز، يلعب الكره القصيره وسريع، فريق يحترم. لكن قبل ما ندخل في المباراه، قبل ما نحكي في المباراه، نحب نستدعوكم ونستدعو الساده المشاهدين باش نشوفوا غامبيا وهالمناظر الجميلة في غامبيا، اللي ما نجموش نوصلوا لغامبيا من غير ما نجيبوا هالتصاور الحلوة باش تساعدوها مشاهدي الوطنية الأولى نشاهدوا مع بعضنا. هذه إذا الصور من غامبيا، وأنا نسمح لنفسي بس نصمت لأن الصور وحدها لازمها تعبر على نفسي. غامبيا هي تحدها من السنغال من الشمال، وتحدها كذلك من الجنوب، والمحيط الأطلنطي كذلك يحيط بها، هي مدينة ساحلية بامتياز، فيها مليون ونصف نسمة. قديش كانت درجة الحرارة تقريبا جمال غادي؟ توا عندهم في غامبيا، توا يقول لك توا الصيف عندنا في غامبيا، معناها توا حرارة مرتفعة مع نسبة من الرطوبة كذلك. الحرارة فعلا في الفترة هذه فعلا تعتبر عندها من فترة الذروة في السياحة بلغتنا، بلغة السياحة معنا. قلنا هي فيها مليون ونصف نسمة على مساحة 11300 كيلومتر مربع. غالبيتها مسلمة. شوفوا الصور الجميلة للتماسيح، الحديقة الجميلة جدا. كذلك تتميز بالطيور، فعلا معناها الطيور في كل مكان، من الاشياء اللي زادت هذه المدينه فعلا جمال واناقه. ذو الاغلبيه المسلمه، نسبه 95% من سكان غامبيا مسلمين، واللغه الرسميه لهذا البلد هي الانجليزيه لانها مستعمره انجليزيه. و
ضغطت عليهم التمسيح جمال، ما قلت لهمش برشا. من الترأف من البعيد لبعيد، من الترأف في النزل تلقى التمسيح الصغار يبداوا في حديقة النزل، معناها هما يتجولوا معناها مع السياح، وفعلا معناها مناظر على الطبيعة. تتميز غامبيا كما نشاهدوا في الصورة بزراعة الكاكاويات، نقولوا بلغتنا التونسية الكاكاوية الجويدة، بنينة برشا. هدى المزوغ تقول وين الكاكاويه؟ ان شاء الله المره الجايه هدى. موجوده هدى. هذه بابنا صور رائعه جدا، ولابد من تحيه شكر لزميلنا المصور مع حموده بن محمود اللي فعلا معناها قام بمجهود كبير وجاب لنا الصور الحلوه برشا. مدينه ساحليه تتميز بالبحر بالساحل كما شاهدوا. تتميز بالسمك. مناظر خلابه يعني. مناظر فعلا جمال افريقيا. هذه هي ساعة الغروب في غامبيا، حبينا نمد بها السادة المشاهدين. وهكا نمشيو مباشرة ربما نحكيو كرة توا ونحكيو المباراة. الأجواء الملائمة للفريق معناتها باش يمشي يلعب مباراة في هذا في الطبيعة. لكن توا كيفاش تمشيو للميدان باش ترى أشياء أخرى ربما باش تقول ماناش في نفس البلاصة. يلا نمشيو للمباراة ونحكيو. إذا مباراة هذه إذن المباراة بداها الترجي كما قلنا بمجموعة من الغيابات اللي خفنا صراحة أنها تكون مؤثرة في أداء فريق الترجي الرياضي التونسي، خاصة أسماء في قيمة التراوي، في قيمة شمام، في قيمة يوسف المساكني. ولكن المدرب ديكاستيل تعامل مع المجموعة اللي عنده. ضربة البداية للشوط الأول، الترجي سيطر على وسط الميدان وهذا الأهم بالنسبة لنوع المباريات خاصة في ميدان المنافس في إفريقيا. تقريبا تعامل مع الميدان وتعامل مع الفريق، حاول يحصل في المناطق متاعه ويلعب على الكرات المرتدة خاصة اللياقة الممتاز. وهذا الهدف الأول، تماس من أيمن بن عمر، لمسة رأس من يانيك يانك، و وجدي بوعزي يسجل الهدف الاول. فعلا ثم قوه اللاعب وجدي بوعزي، خاصه كيفاش يفسخ المدافع باش يلقى روحه وجه لوجه مع الحارس ويسجل الهدف الاول منذ الدقيقه الرابعه. هذه اعاده تماس، لمسه الراس، ووجدي بوعزي بسرعه فائقه يفسخ المدافع سريع وعرف كيفاش ياخذ الكره. فعلا فسخ مدافع ولقى روحه وجه لوجه مع الحارس ويسجل الهدف الاول. هذا الهدف بالطبيعه خلى الترجي الرياضي التونسي ربما يمنح ثقه اكثر فوق الميدان بالطبع، وهدف في فريق فوق ميدان المنافس. وفريق بريكا ما حاول انه ربما يحدث الخطر في دفاع الترجي الرياضي التونسي، خاصة عن طريق اللاعب رقم 21 إيبو كونتي. هذا لاعب ممتاز جدا وسريع، وهذه محاولة من أيمن بن عمر، تصويبة ممتازة لكن البرة. بقى الترجي مسيطر، وهذه هي دقيقة 11 وهدف التعادل. تصويبة مباشرة، لمسة الرأس والهدف. سجلوا رقم 13 ما سجلوش، نسمعوا معز بالشريفية اش باش يقول على الهدف. يمكن سيون ثاني عنده ما يقول أكيد. نشاهدوا إعادة الهدف. التوزيع معز بن شريفية قال انه تسلل، تو نسمع معز ويمكن سيونس هنا ينجم يفيدنا اكثر. الهدف هو بامضاء اللاعب رقم 10 موسي بوامي. كان مثلا معناها الهدف اللي حسموا معناها لعبيت او جو معناها راجل في الليل. اذا بعد الهدف في التعادل حاول فريق بريكاما، لكن انتهى الشوط الاول بينتج هدف لهدف، وهذا حضور الجماهيري. الجمال تقريبا حتى في عمليه التصوير ما فماش معناتها مكان عالي شويه. فعلا العمل الاعلامي وعمل الصحفي يعني في صعوبات كبيره جدا، ما تلقاش وين تصور، واضطرينا باش نصوروا من حافه الميدان لانه يعني ما فماش حتى مدارج. ما فماش معناتها في مباراه تشامبيونز ليج افريقيا، ماهيش مباراه مسافه اخرى. الاجواء هذه كما قلت لك معناها تلقاها كان في افريقيا، ملعب فعلا معناها ما ينجمش يكون ملعب مباراه في كاس رابطه الابطال الافريقيه. اذا هذا الشوط الثاني، انطلاق الشوط الثاني. الترجي الرياضي التونسي كان مسيطر، وهنا لابد من التنويه وربما الحديث على وجدي بوعزي اللي فعلا كان نجم هذه المباراة بدون منازع. عمل كبير، دفاع، هجوم، وسط ميدان، لمسة أخيرة كان وجدي بوعزي في هذه المباراة هو النجم هذه المباراة بدون منازع.
نشاهدوا كذلك عن طريق الكرة الثابتة حول الترجي الرياضي التونسي، كذلك الأحداث ربما التفوق في هذه المباراة، لكن في النهاية يبقى التعادل كما قلنا منذ البداية في ميدان المنافس هام برشا. حاول فريق بريكاما إيقاف خطر اللاعب وجب عزي كما هي المحاولة التصويبة، لكن اللي ينقص التراجي ربما باش نسمع من بعد ديكاستيل يحكي عليه هو اللمسة الأخيرة ما كانتش موجودة في فريق التراجي، ولا كان ربما يحقق فوز بفارق عريض في ميدان المنافس. حتى الهيمنة كانت واضحة بنسبة كبيرة للترجي الذي تنصف المباراة كلها. فعلا خاصة أيمن بن عمر والتصويبات نتاعو، حاول التصويب من كل الزوايا، وجب عزي يتحرك، لكن دائما كما قلنا كانت تنقص اللمسة الأخيرة لفريق الترجي التونسي. إن شاء الله يلقاوها في تونس. نعم. لكن هنا بعد باش نشاهدوا لقطة ربما تأكد مدى خطورة هذا الفريق، نشاهدوا مع بعضنا هذه اللقطة. كانت ربما بعد سيطرة الترجي الرياضي التونسي كان ينجم يخرج فريق بريكاما منتصر هدفين لهدف لولا تألق اللاعب معز بن شريفية، وعلى نتيجة هدف لهدف تنتهي هذه المباراة. نسمع تصريحات very good match experience is a good team we respect them and we play as we respect them so we have 1-1 draw so that is it experience they have more experience than us we are small boys young ones they are all less than 20 so if they are playing with an experienced team like Tunis experience we need to respect them so that's what they did and then we know they are experienced and then they are African champions we respect them as African champions so that is it. Je crois qu'on a fait une bonne entame de match puisqu'on gagnait 1-0 après 4 minutes déjà. Après on était un petit peu déconcentré sur une balle arrêtée, on se fait égaliser. Après c'est dommage, on avait des occasions pour vraiment reprendre l'avantage mais on n'a pas su les utiliser ou on a fait le mauvais choix dans la dernière passe, dans le centre aussi. Souvent il y a eu des centres au premier poteau alors que les joueurs étaient seuls au deuxième poteau. شيء اسونسيال معناها قبل النقطه هذه اسونسيال معناها سجلنا هدف تعادل ايجابي نتصور انه باش يكون سهل لنا معناها مهمتنا في اللقاء الاياب صحيح كنا نجم ننتصر معناها فارق كبير مي معناها كما تعرفوا كنت قدم الفريقيه راهو ما عادش نحكروها قاعده تقدم كيما ريتو الكيب معناها اليوم مش كيب كبيره مي عندها المينيموم معناها نتاع الكره قاعده تكور بالباهي نتصور انه ماتش معناها مع سخانه مع طرطومه مع كل شيء تيران معناها تدخل تدخل في حومه نلعبوا معناها نفس كان الجمهور تدخل مع نعم بطبيعة الحال قبل ما نرجع لك جمال تقريبا موافقك دوكاسيل في اللي كنت تحط عليه ما ينقص كان لمسات الأخيرة الترجي الرياضي التونسي يعني وضع الكرة في الشبكة بعد كل هذه الفرص اللي أتيحت لأبناء دوكاسيل في المقابل مدرب الفريق الجامبي كان تحدث عن فريق محترم الترجي فريق محترم كلمة احترام عودة ثلاثة ولا أربع مرات وقال أنه فريقه تقريبا كل لاعبين أعمارهم أقل من 20 سنة وما ننساوش جمال وأنه يلعب ضد بطل أفريقيا اللي هو الترجي الرياضي التونسي. اسم الترجي في المشاركة الشركات الافريقيه وهذا اكتشفناه منذ الوصول انه اسم الترجي ولا يسبق يعني بطل افريقيا باش يلعب معناها في اسمه يسبق وهذا عامل هام بالنسبه لفريق الترجي التونسي. ملاحظه الهامه اللي لازم نخرجوا بها كذلك من المباراه انه فريق بريكا كما قال كنا نسمع في وجدي صحيح امكانياته لكن قادر انه ينجم في كوره ينجم يسجل هدف لذلك الترجي قادر في مباراه العوده انه ينتصر وبسهولة وبنتيجة قريبة نعم. لكن الحذر خاصة من عنده ثلاثي رقم 10 موسى ورقم 21 ورأس الحربة نتاعو هذا الثلاثي ربما فريق الترجي التونسي ينجم ربما يركز عليهم لكن قادر الترجي التونسي مع رجوع اللاعبين المصابين انه ينتصر بسهوله هنا في رادس في مباراه العوده بعد اسبوعين. يعطيك الصحه جمال حسناوي بتابعه الحال على كل هذه التراسل والرحله. مره اخرى لابد من نعم. توجيه تحيه شكر لزميلنا حموده بن محمود على الصور الجميله اللي امدنا بها وان شاء الله موفق فريق الترجي التونسي وكامل الفرق التونسيه في المنافسات الافريقيه. شكرا لك جمال حسناوي كنت رافقت الترجي الرياضي التونسي في رحلته الافريقيه وزميلنا حافظ بن